مرحبا بكم أيها الرائعون مجددا في قناة English Seed لتعلم اللغة الإنجليزية. إذن في هذا الدرس سوف نتناول to be في اللغة الإنجليزية. إذن to be هو مصدر أن يكون وهو من المصادر المهمة، ودائما حينما نبدأ تعلمنا لأي لغة نبدأ بهذا المصدر، مصدر الكون. إذا أردت أن أتحدث عن نفسي أو عن وجودي أو عن صفتي دائما نستعمل هذا المصدر، بمعنى أننا سوف نرى كيف نستخرج من هذا المصدر فعل في الحاضر وفي الماضي وغير ذلك. إذن هذا الفعل ربما خاص للمبتدئين، وهو أيضا مراجعة لكل من يريد تعلم اللغة الإنجليزية، وخاصة سوف نتحدث عن being و been، وهذا الأمر سوف يفيدكم كثيرا سواء كنتم مبتدئين أو متوسطين. راجعوا معي هذا الدرس، أحضروا ورقة وقلم أو دفتركم ودونوا معي هذه المعلومات. إذن لدينا مصدر to be وهو مصدر أن يكون. أوكي، إذن إذا أردت أن أقول أنا أكون أو أنت تكون في الحاضر in the present، فسوف نستخرج من هذا المصدر ما يلي. إذن لايك للفيديو وأيضا أتركوا تعليقا جميلا، أوكي، لكي تتفاعلوا مع القناة، وبالتالي الفيديوهات يقترحها اليوتيوب على أكثر عدد أو أكبر عدد ممكن من المهتمين. أوكي، إذن تفاعلكم مهم جدا بالنسبة للقناة. قلنا بأننا سوف نصرف to be في الحاضر. أوكي، جيد، إذن ركزوا معي. إذن ربما هذه الأمور قد تبدو سهلة لبعضكم، ولكن ركزوا معي جيدا لأننا سوف نتحدث كما قلت عن أمور مهمة جدا هنا. إذن فيما يتعلق ب present بالحاضر، فأنا إذا أردت أن أقول أنا أكون، فمثلا إذا أردت أن أعرف نفسي أو أذكر صفتي أو غير ذلك، نحن لا نتحدث عن الاستعمال سوف أتركه لكم في فيديو خاص متى نستعمل verb to be. أوكي، سوف تجدون هذا الفيديو في صندوق الوصف، رابطه في صندوق الوصف، درس خاص بمتى نستعمل verb to be. أما هذا الدرس هو خاص بالتصريف. أوكي، خاص بتصريف هذا الفعل. جيد، إذن in the present في الحاضر، to be يصبح مع I يصبح am صحيح، ومع you يصبح are، ومع he يصبح as. لاحظوا كيف أن to be يصبح as. أوكي، إذن as هو فعل، she is، it is، we are، you are، they are. إذن من المهم جدا أن تشاهدوا هذا الفيديو، وأن تشاهدوا أيضا الفيديو الخاص ب كيف ومتى نستعمل verb to be. إذن هذا فيديو خاص بالتصريف كما أشرت. إذن إذا أردت أن أقول أنا أكون أقول am، أنت تكون أو أنت تكونين you are. أوكي، إذن are هو الفعل الخاص بالوجود، أنت تكون you are. متى نستعمل أستاذ you لوحدها، ومتى نستعمل you are you مع verb to be؟ هذا أمر قلت سوف تجدونه في الفيديو الذي سوف أترك لكم رابطه في صندوق الوصف. أوكي، أحيل على هذا الفيديو مرارا لأنه فيديو مهم جدا. He is, she is, it is, we are, you are, and they are. أوكي، إذن هذا هو تصريف to be في present في الحاضر. نقول أنا أكون، I am، you are، he is، she is، it is، we are، you are، they are. إذن هذا verb to be في الحاضر. نأتي إلى تصريف to be في الماضي. أوكي، the past. أوكي، in the past في الماضي. إذن نصرف to be في الماضي فيصبح على هذا الشكل، I was، you were، he was، she was، it was، we were، you were، they were. إذن إذا أردت أن أقول أنا سعيد الآن في الحاضر نقول I am happy، I am happy كما أشرنا في الحاضر. وإذا أردت أن أقول كنت سعيدا، كنت سعيدا،
نعم نستعمل verb to be في الماضي. نقول I was happy. I was happy. إذن I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. لاحظوا بأن to be في الحاضر يصرف على ثلاثة أشكال. نجد am, نجد as, ونجد أيضا are. Okay. نقول I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. إذن بمعنى أن to be يصرف على ثلاثة أشكال. ولكن في الماضي يصرف على أو يصير إما was أو were. Okay. إذن في الماضي يصير to be إما was مع I, و he, she, it, أو يصير were مع you, و we, و they. Okay. إذن هذا هو تصريف verb فعل الكون أو to be في الحاضر وفي الماضي. Okay. إذن أعيد, أنا أكون في الحاضر, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. في الماضي I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. وفي نهاية هذا الدرس سوف أعطيكم بعض التمارين, لذلك ركزوا معي جيدا. أوكي؟ في نهاية الدرس لديكم بعض التمارين وأريد أن أرى إجاباتكم في التعليق. جيد, الآن فهمنا كيف يصرف to be في الحاضر وكيف يصرف في الماضي. الآن لدينا سؤال, أستاذ نجد being و been في بعض الجمل, ما معنى being و been, وهل لهاتين الكلمتين علاقة ب to be, وما معنى being وما معنى been, ومتى نستعمل being ومتى نستعمل been. هذه أسئلة مهمة جدا لها علاقة بطبيعة الحال ب to be, لذلك نستحضرها في هذا الدرس. إذن ركزوا معي جيدا. بالنسبة لـ being فنلاحظ بأن لدينا be و ing. تتذكرون حينما تحدثنا في الزمن الحاضر المستمر أو الماضي المستمر نضيف ing على الفعل لكي يدل ذلك الفعل على الاستمرارية. إذن لدينا هنا نوع من الاستمرارية في صفة معينة. هذه الكلمة تدخل فيما يسمى بـ present participle أو الحاضر التام. ولاحظوا في المثال being جاء بعد verb to be is, وهو في الحقيقة is هنا فعل مساعد auxiliary verb. إذن being في الجملة دائما يجب أن يسبقه إما am, إما is, أو are, أو was, aware. Okay. دائما يجب أن يسبق بـ auxiliary verb بطبيعة الحال إما كما قلت am, is, are, was and were. هنا لدينا the dog is being naughty. الكلب يبدو مشاغبا. صفته الآن أنه يحاول أن يظهر بصفة المشاغب. إذا أزلنا being وقلنا the dog is naughty, الكلب مشاغب, هذا سوف يدل على أن هذه هي طبيعته. ولكن الآن بما أن الكلب يبدو مشاغبا ويحاول أن يظهر بصفة المشاغب وكذا, نضيف being. أوكي؟ لكي ندل على استمرارية تلك الصفة في ذلك الفعل, بمعنى استمرارية الشغب. The dog is being naughty. مثلا the teacher is nice. الأستاذ طيب. إذن هذه صفته العادية. إذا أردنا أن نقول بأنه الآن يتمظهر أو يبدو
طيبة نقول the teacher is being nice. The teacher is being nice. Okay. جميل. أو the teacher was being nice. كان يبدو طيبا. Okay. بمعنى كان كانت هذه الصفة مستمرة في تلك الفترة. إذن جيد. الآن قلنا بأن being في الجملة لا بد وأن يسبقها auxiliary verb is, are, or, was, and were. Okay. وقلنا بأن being تأتي في الجملة للدلالة على استمرارية صفة شيء ما. Okay. كما هنا في هذا المثال. تأتي being أيضا بمعنى gerund. Gerund هو فعل زائد ing ولكن يصبح هذا المركب اسما. Okay. بمعنى هناك verb نضيف إليه ing فقط، لدينا verb و ing في جملة ولم يسبق هذا المركب لا subject ولا verb to be، نسمي هذا المركب فقط فعل زائد ing في الجملة gerund. okay. ومتى نسمي هذا المركب يدخل ضمن present continuous or past continuous؟ حينما يسبق هذا المركب يسبقه verb to be وأيضا فاعل subject. أما إذا كان لدينا verb زائد ing فقط ولم يسبق هذا المركب كما قلت لا verb to be ولا subject، حينئذ يسمى ذلك المركب gerund. okay. ويدخل ضمن الأسماء. إذن being تأتي أحيانا gerund بمعنى أن تكون. okay. أو كون، هكذا كون. نلاحظ في هذا المثال being a teacher is nice. كونك أستاذا أمر جيد أو أمر جميل. being a teacher كون. okay. لاحظوا كونك أستاذا أمر جميل. being a teacher is nice. being a teacher is nice. okay. جميل. الآن ننتقل إلى being. إذا كان being يدخل ضمن ما يسمى بـ present participle الحاضر التام، فإن being يدخل ضمن past participle أو الماضي التام. وإذا كان being يأتي دائما بعد auxiliary verbs like am, is, are, was, or were، فإن being يأتي دائما بعد have or has or had. okay. نستعمل being لكي نصف استمرارية صفة معينة، كذلك كgerund أو كاسم بمعنى كون. كذلك نستعمل being في المبني للمجهول، وسوف أترك لكم درس المبني المجهول في صندوق الوصف لكي تلاحظوا كيف استعملنا هناك being. أوكي. إذن هذه استعمالات being. being نستعملها في present perfect في الحاضر التام، في past perfect في الماضي التام، وأيضا كذلك في المبني للمجهول أو passive voice. سوف أترك لكم هذه الدروس في صندوق الوصف، سوف تلاحظون كيف استعملنا هذه الكلمات. أوكي. نأتي الآن لمثال being. قلنا دائما being يأتي قبلها إما have أو has أو had. لاحظوا هنا I have been working there for 2 months. إذن لدينا have هنا قبل been. الجملة في present perfect في الحاضر التام. okay. جيد. ماذا تعني الجملة؟ تعني عملت هناك لمدة شهرين. I have been working there for 2 months. I have been working there for 2 months. okay. جيد. الآن نأتي إلى مثال آخر، وهذا المثال نأتي به من passive voice أو المبني للمجهول. مثلا the window has been broken. the window has been broken. إذن هذا المثال من المبني للمجهول. إذن لاحظوا هنا been وأيضا جاءت بعد has، ومعنى المثال النافذة كسرت أو قد كسرت. the window has been broken. أوكي. إذن هذا هو درس اليوم، درس مفيد
وخاصة للمبتدئين وللمتوسطين في تعلم اللغة الإنجليزية. الآن سوف أترككم مع بعض التمارين وآمل أن أرى إجاباتكم في التعليق. إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد، لا تنسوا لايك وأيضا مشاركة هذا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. شكرا جزيلا وأراكم في فيديو مقبل.